ناس كتير من قادة السيارات ما يعرفوش ان في قاعدة صحيحة وسليمة لقائد السيارة خلف دريكسيون السيارة، لان انك تقرب قوي لمقعد السيارة عشان تبقى قريب قوي من الدواسة او انك تبعد قوي فيها خطورة جدا جدا عليك وعلى رجليك، لان مع اي مصادمة لازم يحصل لك كسر. في كمان حاجات تانية الناس مش واخدة بالهم منها، وهي ايه؟ مسكة طارة الدريكسيون، المسكة الصحيحة ازاي؟ ده اللي انتوا شايفينه قدامكم. ليه؟ لان في بعض الناس الحقيقة بتمسك طارة الدريكسيون بشكل غريب جدا جدا، لازم يكون بالطريقة اللي احنا قايلين لكم عليه ده. ايوه هو ده، عشان تقدر تتملك طارة الدريكسيون وانت ماشي. بعض الناس تحط ايديها الاتنين فوق او من الجنب او من تحت، وبعض الناس بايد واحدة ويسند الايد التانية على الشباك. حاجات غريبة جدا جدا احنا بنشوفها لقادة السيارات هم ماسكين طارة الدركسيون. كمان القعدة الخاصة بقائد السيارة علشان راسه مع اي فرملة او مصادمة ما تخبطش في المسند الخلفي اللي وراه، ممكن المسند ده يعمل لك مشكلة كبيرة جدا جدا جدا. كمان ظهرك كمان ممكن يحصل له فيه مشكلة، فقرات العنقية ممكن تتحطم،